اسألني. اذكر اسمين لمقدمي برامج أو ممثلين ما تحب تظهر وياهم باللقاء أو التمثيل. اثنين. لهلي شلون هم؟ زينين وهذا هم طيب. ألف تحية نزار الفارس، أنا أحبه كإنسان طيب بس ما أحب أظهر وياه، ولأنه دائما يسألون بهاي الأكلات تذكره شو أسوي؟ ما عد غيره. والله زين. ها؟ إيه بعد إيه؟ إيه. بعد واحد. بعد واحد ممثل؟ إيه. ياس خضير التصديق وأخوي ما تزعل على يدري بيك، ممثل مسرح كبير ودراما هم كبير، بس عندك دور تطلع جاسم الوجه هيجي. ياس هذا الدور يخليك ما تظهر وياه باي شيء؟ لا شرب بس حتى اخلص من الاكله يا صغير. شلوني؟ تحياتنا تحياتنا اموت علي يا صغير ممنون.